السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ النهاردة ان شاء الله في المحاضرة الثالثة مايكرو في موديول جي اي تي. المحاضرة اللي هنبدأ فيها اللي مكتوب عليها الجي اي تي انفكشن 2، عشان لو حد ما تابعش معانا المرة اللي فاتت او كده. كنا قلنا المرة اللي فاتت ان عندنا كوستيف اورجانيزمز وفي الفود بورن بكتيريال انفكشن كانوا 6، وكنا قلنا ان الفيبريو كوليرا او الفيبريو سبيشيز ما تذكرتش في المحاضرة بس اتذكرت المرة دي. فالستة كانوا سالمونيلا وشيجيلا وفيبريو سبيشيز وبروسيلا وستاف اورياس وكوليستريديا. بس قبل ما نبدأ خلونا ننزل كده تحت خالص او نروح لاخر صفحتين من اول شريشيا كولاي، وهتبدأ ان انت تحذفهم كلهم، واحذف بضمير بحيث ان انت ايه يعني تطلع اللي الكلية بتعمله فيك على الورق كده عشان ترتاح نفسيا يعني، واحنا كلنا بنرتاح لما بنحذف حاجة. ليه؟ عشان الناس اللي هي بتقلق وكده الجزء اللي هو اشريشيا كولاي ده ما تذكرش في المحاضرة خالص، ولا الدكتورة حطته في الهاند اوت ولا في الباوربوينت ولا في اي حاجة. فليه نتعب نفسنا ونحطه ونسيبه؟ اقطع الورقتين خالص وخلاص، اخر 3 ورقات في الورق في المحاضرة دي، ومعاهم الستاف اورياس اللي قلنا المرة اللي فاتت برضو ما تذكرتش خالص وكانت في ورق المحاضرة اللي فاتت. نبدأ اول حاجة بقى في الجي اي تي انفكشنز. يبقى المحاضرة دي مش هناخد فيها الا الكامبايلو باكتر جيجيناي والهيليكو باكتر بايلوري، ومعاهم اللي هي ايه الكوليرا اللي اخدناها في الورق المرة اللي فاتت، هنرجع عليها ان شاء الله في اخر الفيديو ده، ونقول ايه الحاجات المهمة اللي الدكتور ركزت عليها ان شاء الله. احنا كنا شرحناها برضو المرة اللي فاتت بس هنعيد كده ايه سريعا عليه. بريودونتايتس، بيقولك البريودونتايتس ده والدنتال كيرز، اللي هو بريودونتايتس اللي هو التهاب اللثة، والدنتال كيرز اللي هو تسوس الاسنان، بيسببه لي بكتيريا اسمها الالفا هيموليتك ستريبتو كوكاي، نوع منها اسمه ستريبت ميوتان. معلومه جانبيه كده مش دي موضوعنا. بيقول لك كمان الجاسترايتس والبيبتيك السر بيسببهم لي هيليكو باكتر بايلوري، اللي هي اشهر بكتيريا نعرفها اللي هي جرثومه المعده. محدش فينا ما سمعش عن جرثومة المعدة او هليكوباكتر بايلوري. الدايريا بيسببها شوية بكتيريا كده، كامبايلوباكتر، اشريشيا كولاي، سالمونيلا، شيجيلا، فيبريو، يورسينيا وكوليستريديا ديفيسيل. نبدأ بقى موضوعنا من اول المقارنة ما بين الكامبايلوباكتر جيناي والهليكوباكتر بايلوري. كنا قلنا في سكيمة عامة بنتكلم عليها هي المورفولوجي والكالتشر واللابوراتوري دايجنوزيس، وكنا قلنا برضو شوية نوت كده المرة اللي فاتت تكتبهم معانا بحيث ان انت ايه تبقى يعني حاجات محفوظة. من اهم الحاجات دي كانت ايه؟ ان كلهم، كل اللي معانا جرام نيجاتيف باسيلاي، كلهم باسيلاي او رود. باسيلاي او رود نفس المعنى اللي هي عصوية، وكلهم جرام نيجاتيف، كانوا كلهم رود او باسيلاي ما عدا البروسيلا كانت كوكو باسيلاي. يبقى كل اللي معانا كم بكتيريا اللي معانا كلهم باسيلاي او رود ما عدا البروسيلا كوكو باسيلاي، كلهم جرام نيجاتيف، كلهم جرام نيجاتيف ما عدا الكوليستريديوم بنوعيها كانت ايه جرام بوست. الشيب بتاع الكامبايلوباكتر جيناي والهيليكوباكتر بايلوري بيقولك هما الاثنين كيرفد، هما الاثنين فيهم حرف السي، يبقى هما الهيليكوباكتر بايلوري، هليكو هي حرف السي والكامبايلو باكتر هما الاثنين فيهم حرف السي، يبقى هما الاثنين كيرفد. والكامبايلو باكتر بيقول لك سيجل، سيجل يعني ايه الشكل بتاعها؟ سيجل، سيجل ده هو حيوان النورس، بتلاقي الحيوان اهو، نعتبر ان هو الحيوان ده الجناح بتاعه بتلاقيه ايه شكله كيرفد شويه كده، طبعا بغض النظر عن اللي انا عاملاه يعني. فبيقول لك ان الكامبايلو باكتر دي كيرفد وسيجل شبه طائر النورس، وباسيلاي الهيليكوباكتر كيرفد برضو روت شيب باسيلاي. تمام، الستين كلهم جرام نيجاتيف قلنا ما عدا الكوليستريد بتاعت المره اللي فاتت. السبور
قلنا المرة اللي فاتت ان مدام ما فيهاش باسيلس او كوليستريديوم في اسمها يبقى هي ايه؟ نون سبور. الموتيليتي اي بكتيريا يذكر فيها الاو تبقى موتايل كامبايلو باكتر، يبقى دي فيها حرف الاو تبقى موتايل. هيليكو باكتر بايلوري فيها حرف الاو تبقى موتايل. بيقول لك الكامبايلو باكتر فيها سنجل بولر فلاجيلا، فاكرين الفلاجيلا اللي كانت البكتيريا؟ لا البكتيريا ها دي سنجل بولر من ناحية واحدة كده طالع سنجل بولر فلاجيلا، المالتي بولر فلاجيلا البكتيريا وطالع ايه كتير كده دي ايه مالتي بولر فلاجيلا. الكالشر بنتكلم على الاكسجين كربون دايكسايد بي اتش تمبريتشر وايه الميدي. اكسجين هما الاثنين فيهم حاجة مميزة ان هما مايكروفيليك، فيليك يعني محب، ايرو اللي قبل ايروفيليك دي يعني محب ايه للهواء للاو 2، مايكرو يعني قليل حاجة صغيرة بيحبها بنسبة قليلة. فبيقول لك في وجود 5% اكسجين بتنمو احلى حاجة اللي هي الكامبايلوباكتر والهيليكوباكتر، يبقى عشان كده اسمها مايكروفيليك لان الطبيعي نسبة الاكسجين بتبقى 20 أو 21، 5% دي تبقى هي مايكروفيليك عاوزة اكسجين بس قليل. كربون دايكسايد هما الاثنين برضو في 10% ما بينموش الا في 10%، احنا كنا عارفين ان الكربون دايكسايد بيبقى 3 من 100%، فان هما 10% تبقى ايه اكسبشن. ومهم ان احنا نعرف الحاجات دي ان هي مايكروفيليك 10%، وكمان التمبريتشر بتاعة الجيناي او كامبايلوباكتر جيناي هي ثيرموفيليك. ثيرموفيليك يعني ايه؟ يعني محبة للحرارة، عشان كده بتنمو عند 42 درجة. مهمة برضو 42، رقم 42 ده مهم بيجي يسأل عنه في ايه في الام سي كيو، يبقى يجي لك ويقول لك مثلا ايه من دول صح، ان هي كيرفيد وان هي موتايل ان هي مايكروفيليك و42. الحاجات المميزة دي مهمة قوي، وعشرة في المية كربون دايوكسيد. بعد كده الميديا تنمو على الأوردينري ميديا، هما اتنين بينمو عادي. كان عندنا الهيليكوباكتر بايلوري كانوا الأول بيزرعوها على نون سيلكتيف ميديا اسمها اللي هي الشوكليت أجار، كانت بتقعد من يومين لخمس أيام وبتطلع، بس دي كانت نون سيلكتيف ميديا يعني ممكن الهيليكوباكتر بايلوري تطلع عليها واي بكتيريا معديه في الشارع ممكن تطلع عليها برضو. فقالوا خلاص نخليها سيلكتيف اكتر، حطوا فيها انتيبيوتيك شويه انتيبيوتيك كده بحيث ان هي تعمل انهبيشن لكل الانواع التانية من البكتيريا، وتسيب عندي بس مين اللي هي سواء الجيناي او الهيليكوباكتر بايلوري. فسموا الميديا اللي طلع اللي هم عملوها دي سيلكتيف ميديا اسمها اسكرو ميديا، دي مهمة جدا في الام سي كيو. هما الاثنين بيطلعوا على سيلكتيف ميديا اسمها ايه اسكرو ميديا، والكامبايلو باكتر بايلوري بتطلع على من اسمها كامبايلو يبقى بتطلع على الكامبي بلاد اجار. بيقول لك السيلكتيف ميديا هو حطوا فيها شوية انتيبيوتيك زي الفانكومايسين البولي ميكسين والتراي ميثوبريم عشان ايه علشان الايزوليشن بتاعها تبقى سيلكتيف للجيناي والهيليكوباكتر بايلوري. بعد كده الفيرولانس فاكتور بتاعه الكامبايلوباكتر هي جرام نيجاتيف يبقى تطلع اندوتوكسين، كنا اخدنا في الجنرال مايكروبيولوجي كده ان البكتيريا الجرام نيجاتيف بتطلع اندوتوكسين، وبما انهم بيصيبوا اللي هو جي اي تي يبقى تطلع انتيروتوكسين، وكمان بتطلع سيتوباثيك اكسترا سيلولار توكسين. وتأثير السيتوباسيك اكسترا سوليلار توكسين، التوكسين ده هو اللي بيخلي الكامبايلوباكتر جيجيناي بتعمل دايريا. حتى هتشوف اهو تحت بيقول لك السي جيجيناي ذا موست امبورتانت كوز اوف الدايريا ان شيلدرن ام سي كيو. الحته دي يقول لك هو مين البكتيريا اللي موست امبورتانت كوز في الدايريا في الشيلدرن. اخدنا من اول محاضره مين الفيروس اشهر فيروس يعمل انفانتايل جاسترو انترايتس، كان الروتا فيروس. المره دي بنقول اهو ان اشهر سبب يعمل دايريا في الاطفال بكتيريا هي مين الكامبايلو باكتر الجيناي. تمام بتعمل حاجه اسمها انتيروكولايتس.
الطبيعي ان الكامبايلوبكتر جيناي ما كانتش بتصيب الانسان، هي ايه تبع الانيمالز شويه، بس بما ان الانسان بيستخدم اللبن ومنتجات الالبان ومنتجات الالبان وحاجات بتيجي من الانيمالز، فممكن ان هو يتصاب بيها. فبيقول لك الاصابه بيها بتكون المود في الانفكشن انجيشن اوف الكونتامينيتد ووتر وميلك اندر كوكد فود. تمام. انما بقى الديسيز بتاعه الهيليكوباكتر بايلوري بتعمل حاجات هي بتبقى موجوده في المعده، موجوده في الاستومك، فهتعمل شويه جاسترايتس، شويه انفلاميشن في الاستومك، تعمل جاستريك وديودينال ألسر، تعمل اللي هو قرحه المعده والاثنى عشر، تعمل كمان في أسوأ الحالات ان هي لو اتثابت وما تعالجتش ممكن تعمل جاستريك كارسينوما. عشان كده الهيليكوباكتر بايلوري حاجه مش كويسه ولازم تتعالج. معظم الناس عندهم الهيليكوباكتر بايلوري 90% من الناس عندهم، بس بتكون اسيمتوماتيك. لما تبقى اسيمتوماتيك لازم ان انت تعالجها، لان هي في اسوأ الحالات قلنا بتعمل ايه جاستريك كارسينوم. اللابوراتوري دايجنوزيس بتاع مين؟ بتاع الكامبايلوباكتر. اول حاجه السامبل هاخد ايه؟ هي بتعمل دايريه، يبقى هاخد الاستول. طب هسبخها بايه؟ احنا قلنا ان هي موتايل، والموتيليتي بتاعتها اسمها دارتنج موتيليتي. دارتنج موتيليتي هي رابيدلي موتايل، يعني بتتحرك بسرعه قوي. دارتنج عارفين الدارت جيم اللي هي لعبه الدارت؟ ما انتوش عارفينها، خلونا نشوف. عارفين اللعبه دي؟ عارفين اللي هو القوس او مش عارفه ايه اللي بيترمى فيها اللي هو الاخضر والاحمر؟ اكيد انتوا عارفينها، يعني اللي تحت ده ما بترميه، شوف بيترمى بسرعه ازاي. هي برضو حركتها كده شبه دارتنج موتيليتي. هسبخها بايه؟ الحاجات الموتايل ما بقدرش اسبخها بالجرام ستين، لانه وانا بحضرها ممكن ان هي تموت، او ممكن ان انا الحراره يعني تخليها ما ينفعش ان هي تتسبك. فعشان كده هسبخها بالدارك فيلد. دارك فيلد قلنا المره اللي فاتت ان هو بقى الميكروسكوب ده بيبقى الخلفيه الباك جراوند الدارك، والاورجانيزم هو اللي منور كده، وحتى لما بتحرك بتشوفه كويس في الايه الدارك باك جراوند. كمان الفيز كونتراست مايكروسكوب ده علشان ايه؟ اشوف الديتيلز بتاعتها. وعندها قلنا دارتنج موتيليتي. كورك سكرو لايك ده شبه المنشار كده، شبه المنشار. الستين بالجرام ستين فور كاركترستيك موتيليتي. ممكن لو انا عاوز اسبخها بالجرام ستين بس علشان اشوفها كويس بالدارك فيلد والفيس كونتراست مايكروسكوب. الكالشر قلنا الشيب والحاجات اللي احنا قلناها من شويه دي، والبي سي ار ممكن ان انا اعمل لها بي سي ار. الكنترول ملهاش فاكسين، والانتيبيوتيك ممكن استخدم اريثروميسين وتتراسايكلين، مش مهم الحته دي بتاعت الكنترول. الانكيوبيشن بيريود برضو مش مهمه، هي بتقعد من 2 ل 4 ايام، ده الانكيوبيشن بيريود. السيمتوم هتجيلي بايه؟ احنا قلنا هي بتعمل دايريا، هتعمل شويه فيفر، شويه نوزيا، دايريا، ابدومينال بين. البروجنوزيس بيقول لك لو انا ما عالجتهاش انا هسيبها ترتاح عادي، سيلف ليميتنج، يعني هتيجي كده تقعد الاسبوع بتاعها وهتروح عادي خالص. دي مين؟ الجيجينوي كامبايلوباكتر جيجينوي، سيلف ليميتنج يعني هتروح لوحدها. لو انا عاوز اعالجها ممكن اعالجها بالاريثروميسين والتتراسايكلين اللي قلناه، بس لو ما عالجتهاش هتروح برضو لوحدها. الانفكتيف دوز بيقول لك لا، لو اتصبت بكميه قليله من البكتيريا هتصيبني، 800 بكتيريا مثلا الواحد يجيله ايه يظهر عليه السيمتومز يعني بتاعتها لو اتصاب ب 800 بكتيريا. اهم حته بقى ان هي زونوتيك ترانسميشن. زونوتيك ترانسميشن يعني ايه؟ زونوتيك يعني بتنتقل من انيمال لهيومن، ما بتنتقلش من هيومن لهيومن. تمام. مين المره اللي فاتت اخدناه زونوسيس او زونوتيك برضو ترانسميشن؟ كانت البروسيلا. نراجع كده ونربط الكلام في دماغنا. بعد كده الهيليكوباكتر بايلوري، عندنا اللابوراتوري دايجنوزيس، عندنا تو ميثود ان انا اعمل اللابوراتوري دايجنوز بتاعتها، واحد انفيزيف واثنين نون انفيزيف. انفيزيف يعني ايه؟ انفيزيف يعني هدخل هخترق كده علشان اخد بايوبسي، هدخل بالاندوسكوب عشان اخد ايه بايوبسي، هعمل منظار علشان اخد عينه. بس الطريقه دي اولا لها اضرار، ثانيا مفيش يعني مفيش بيشنت كده هيوافق ان انت تعمل له
تاخد منه بايوبسي او كده، فما بيلجأولهاش في كل الحالات. بس لو لجأولها هتبقى السامبل ايه؟ جاستريك بايوبسي دايركت فيلم هسبخها بايه؟ بالجرام ستين، بالجيمسه، بالهيماتوكسلين انديوسيل، اي صبغه هسبخها بيها، والكالتشر زي ما قلنا اللي هو الشيب والستين والسبور والموتيليتي والحاجات اللي احنا قلناها. الايدنتيفيكيشن بتاعه الكولنز بقى عملتها بالجرامستين، هشوفها بقى شكلها ايه، بس اللاي وفيها فلاجيلا والكلام اللي احنا قلناه وموتايل. اهم حاجه بقى البايوكيميكال رياكشن. احنا قلنا المره اللي فاتت ان اي بكتيريا فيها 2 او زي هليكوباكتر بايلوري فيها 2 او اهو، يبقى بتطلع انزيم اسمه ايه؟ اوكسيديز. اوكسيديز وكمان بتطلع كاتاليز. اهم حاجة بقى ان هي بتطلعها ايه؟ اليورييز. اليورييز ده مهم جدا، من عوامل التثبيت بتاعها اصلا في الاستومك هو اليورييز. ليه؟ احنا عارفين ان الاستومك البي اتش بتاعتها هايلي اسيدك. في اي بكتيريا تقدر ان هي تعيش في الاسيدتي العالية بتاعت الاستومك؟ بالطبع لا. فالبكتيريا اللي تجرؤ ان هي تعيش في الاستومك دي اكيد كان فيها حاجة مساعدها ان هي تعيش في الجو ده. اهي بقى الهيليكوباكتر بايلوري ربنا سبحان الله مدلها خاصية كده ان هي تطلع انزيم اسمه يورييز. اليورييز ده بيدخل، هي بتدخل عادي خالص توصل للاستومك، تيجي قاعدة تلاقي الاتش سي ال كتير يقرق عليها حياتها، هتعمل ايه؟ تروح تطلع اليورييز بتاعها. اليورييز ده بيحول اليوريا لامونيا. طب والامونيا دي مش الامونيا الكلاين؟ طب ما الالكلاين ده يعمل نيوتراليزيشن للاسيد للاتش سي ال، وتبدا تعيش الهليكوباكتر بايلوري في سلام وسكينه، وعامله حواليها كده طبقه من اللي هو ايه، عازله نفسها في النيوتراليزيشن اللي عمله لها مين؟ اليورييز لما طلع الامونيا. تمام. يبقى اليورييز من العوامل اللي مساعده اللي هي الهيليكوباكتر بايلوري ان هي تعيش في الاسيدتي العاليه بتاعه الاستومك. وممكن اعمل يورييز تيست، وممكن اعمل بي سي ار دي ان ايه بروب عادي. النون انفيزيف بقى، العيان ما وافقش او انا ما رضيتش اعرضه للي هو الاندوسكوب علشان الخطوره بتاعته، ممكن اعمل نون انفيزيف دايجنوستيك تيست. تيست اسمه يوريا بريث تيست. التيست ده فكرته ايه؟ الفكره ان انا عندي البكتيريا بتطلع يورييز. طب انا ممكن استخدم اليورييز ده، خلونا نشوف الاستراكشر ده، ان اتش 2 هنا وسي سي، وهنا ان اتش 2 وعلى السي دي فيها او. دي مين؟ ده الاستراكشر بتاع الايه؟ اليوريا. انا هجيب اليوريا دي واحط عليها على الكربونه بتاعتها، احط اعملها ريديو ليبل، هميز الكربونة دي بحاجة مشعة، احط عليها يبقى على الكربونة هحط ايه؟ راديو ليبل. وهروح اشرب للعيان اليوريا دي، اقلبها بقى في لبن، في عصير، في اي حاجة، المهم ان انا اوصلها للعيان. مش هو قال مش هينفع ان انا مش عاوز يعمل مش عاوز الدكتور ياخد له بايوبسي، خلاص يستحمل بقى، هاخد اليوريا دي احطها في اي حاجة واشربها للعيان. العيان شربها، دخلت جوه، مين اللي مستنيها؟ اللي هي الهيليكوباكتر بايلوري واليورييز بتاعها. اليورييز طلع كسر لليوريا اللي دخلاله لايه؟ لان اتش 2، لان اتش 3 قصدي، والكربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد ده هيطلع خلاص بقى، يطلع من ايه؟ من الريسبيراتوري سيستم، يطلع لبره. اجمعه انا في كيس او اي حاجه، اخلي العيان يتنفس في كيس او في اي حاجه، واخد الكيس ده واعمل ايه؟ اعمل ديتكشن بقى للكربون دايوكسيد. لقيت الكربون دايوكسيد بقى هو عنده مين؟ عنده هيليكوباكتر بايلوري جوه، هي اللي حولت لي الامونيا اليوريا لامونيا وكربون دايوكسيد فطلع لي. تمام. يبقى اهو اليوريا بريث تيست ريديو ليبل كربون دايوكسيد 13 سي او 14 سي، حط هنا 13 او 14. detected in the breath after feeding labeled urea، بعد ما انا هديله يشرب الايه؟ اليوريا اللي انا حاطه لها ايه؟ فيديو ليبل. اليوريا والميه هتتحول ليه؟ NH3 وايه؟ كربون دايوكسيد. تمام. العيان
مش عاوز يشرب يوريا، لان اليوريا دي مش مهم، المهم اليوريا دي حاجه مش كويسه، ما هوش عاوز يشرب يوريا. يوري مش الهيليكوباكتر بايلوري موجوده في الاستومك، هل تقدر ان هي تنزل مع الستول واعمل ستول اناليسز؟ الهيليكوباكتر قاعده وثابته في جدار الاستومك فمش هتنزل، بس ممكن الانتيجين بتاعها يبقى موجود في الستول، فانا عشان كده ممكن اعمل دايركت ديتكشن للهيليكوباكتر بايلوري بالانتيجين اللي هينزل لي فين في الستول. يبقى عندنا طريقه انفيزيف وطريقتين نون انفيزيف. تمام، بعد كده اعالج الهيليكوباكتر بايلوري ازاي. احنا عارفين ان هي بيبقى لها تريبل ثيرابي او كمان في اوقات كوادربل ثيرابي. اول حاجه بروتون بامب انهيبيتور، عيله الاوميبرازول، اي حاجه اخرها ازول هي دي البروتون بامب انهيبيتور، ومعاها انتي بايوتيك. اوقات بيبقوا 2 واوقات بيبقوا 3 لو هو كوادربل ثيرابي. بنحط معاه مع الاوميبرازول كلاريثرومايسين. الكلاريثرومايسين ده من عيله الماكرولايد، والاموكساسيلين من عيله البنسلين، والمترونيدازول اللي هو موجود في الصيدليه باسم فلاجيل. في شركات عملت التركيبه دي على بعضها عشان ما اقعدش اقول للعيان خد 3 حبيات في او من 3 شرايط. في شركات عملتهم في شريط واحد الثلاث حبيات، وفي شركات عملت في الحبايه الواحده الثلاث مواد زي الهيليكيور. اكيد انتوا سمعتوا يعني عن الدواء اللي اسمه ايه، هيليكيور. وممكن احط بيزماس كومباوند، واهم حاجه ان العلاج بتاعها ما بيخلصش في اقل من 7 ايام. 7 ايام 14 يوم ايه دي مده العلاج بتاعه الهيليكوباكتر بايلوري. بعد كده بقى عندنا الفاكتورز بيرميتنج كولونايزيشن بتاعه ايه الهيليكوباكتر بايلوري. ايه العوامل اللي مخليها ثابته في وجود الاتش سي ال وما بتنزلش كمان في الستول وقاعده كده ومستقره؟ مهمه جدا العوامل دي. تيجي الدكتوره تقول لك ايه الفيرالانس فاكتور بتاعه الهيليكوباكتر بايلوري، تقوم رايح قال لها ان هي شكلها كان ايه، شكلها كان كيرفد او سبايرال شيب، وعندها كمان فلاجيلا. السبايرال شيب ده مش هيخليها تتزحلق كده على جدار الاستومك، والفلاجيلا كمان هتساعدها ان هي يحصل لها ايه موتيليتي في الميوكاس لاير. الميوكاس لاير لان احنا عارفين ان الاستومك متبطنه بايه، بطبقه ميوكاس، فالسبايرال شيب بتاعها هيزحلقها، وكمان الفلاجيلا هتساعدها في الموتيليتي. تاني حاجه اليوريز اكتيفيتي. اليوريز ده اللي قلنا بيحول اليوريا لامونيا علشان يعمل لها ايه بفر الجاستريك اكتيفيتي. بفر يعني بيعمل له بيعادله، بيعمل له نيوتراليزيشن. وكمان المايكرو ايروفيلك بتاعتها ان هي مايكرو ايروفيلك يعني بتعيش في الكربون دايوكسيد اللي هو قليل 5% كربون دايوكسيد، ده بتخليها تعيش في الميوكس جل. الفيمبريا دي وظيفتها ان هي تعمل لها ادهيجن في الابيثيليال سيل، تلاقي البكتيريا كده ماسكه وايه وماسكه جامد في الميكوزا، عشان كده ما بتقعش مع الاكل ولا الاتش سي ال بيوقعها ولا حركه الاستومك بتوقعها ولا اي حاجه، لان هي ماسكه كويس في بالفيمبريا بتاعتها. تمام كده احنا خلصنا المحاضره، بس المحاضره دي الجزء الثاني بتاعها اللي هو في ايه، في المحاضره اللي فاتت كان بتاع الفيبريو كوليرا كنا شرحناه، بس هنراجع كده يعني هنقول الكام حاجه المهمين فيهم واللي الدكتور اكد عليهم برضو. اول حاجه الشيب بتاعتها كانت كوما شيب، والكوما شيب دي برضو مهمه. كوما يعني كيرفت، برضو هي فيها حرف السي تبقى هي كيرفت، شبه الاثنين كامبايلوباكتر والهيليكوباكتر بايلوري ان هما كوما او كيرفت. وبس اللاي كلهم بس اللاي ما عدا اللي احنا قلنا عليه الستين جرام نيجاتيف، كلهم جرام نيجاتيف. والسبور ما فيهاش ولا باسيلس ولا كوليستيريديوم يبقى هي نون سبورييتد. وموتيليتي بتاعتها رابيدلي موتايل، برضو الموتيليتي بتاعتها اسمها دارتنج موتيليتي شبه اللي احنا قلناها من شويه. الارنجمنت سنجل بيرز جروب مش مهم، الكبسول ما بتعملش كبسول. الكالتشر الاكسجين مهم بقى ان انا اعرف ان هي هايلي ايروفيل او هايلي ايروب. هايلي ايروب يعني بتحب الاكسجين جدا، لازم تنمو في وجود نسبة اكسجين كويسة، علشان كده اما تلاقيها هتنمو هتلاقيها بتطلع على السيرفس تعمل حاجة اسمها السيرفس بيليكن، تطلع على السيرفس ايه وتنمو فوق خالص. لما اكون حاطة كده الميديا اللي هي الميديا في اللي هو التست تيوب تلاقيها تطلع خالص على السطح بتاع ايه اللي هو السائل اللي في التست تيوب. البي اتش بتاعتها مهم نعرف ان هي من 8 ل 9 يعني الكالاين،
عشان دي ممكن تجيبها لك في ايه في ام سي كيو، تقول لك ايه الصح في اللي جاي ده او ايه الغلط في اللي جاي بالنسبه للفيبريو كوليرا. هتعرف ان هي شكلها كوما رابيدلي موتايل او دارتنج موتيليتي وهايلي ايروب، وكمان بتنمو في الالكالين ميديا، بتنمو على اللي هي ايه الاوردينري ميديا. كمان اللي هم الميديا بتاعتها الكالين ببتون ووتر، الكالين عشان احنا قلنا ان هي الكالين او بتحب الكالينيتي، بتطلع على السيرفيس بيليكل، بتعمل سيرفيس بيليكل، وكمان بتعمل فيرمنتيشن للساكروز على ميديا اسمها سايوسلفيت سيتريت بايل ساكروز. زي ما في عندنا بكتيريا بتعمل لاكتوز بتبقى لاكتوز فيرمنتر، عندنا ساكروز فيرمنتر اللي هي مين فيبريو كوليرا. يبقى مهم نعرف جدا ان السايوسلفيت سيتريت بايل ساكروز دي الميديا اللي فيها ساكروز اللي بتعمل لها فيرمنتيشن اللي هي الكوليرا بتعملها فيرمنتيشن، بتطلع يولي كولينيز. الانتيجين استنتيجينك ستراكشر مش مهمه، الكوليرا انتيروتوكسين مهم جدا، تقول لك هو ايه المين فيرولانس فاكتور بتاعه الكوليرا، هتقول الكوليرا توكسين او الكوليرا انتيروتوكسين. مهم كمان نعرف ان هي الستول بتاعها رايس ووتر ستول، اما قلنا شبه ميه الرز كده، ما تيجي تغسل الرز تلاقيه معكره كده الميه، فهو ايه الكوليرا بتعمل الستول بتاعها يبقى شبه كده. قلنا عندنا بارا هيموليتيكاس فيبريو بارا هيموليتيكاس دي بتنتقل يعني للواحد من اكله للاسماك اللي هي اللي من البحر، شبه مثلا اللي هو عارفين ام الخلول، تلاقي كده قاعد على البحر ومزاجك حلو، تلاقي واحد كده معدي بيبيع ام الخلول، تقول له حاد تشتري كده في مش عارفة في كيس بعطوها ولا في قرطاس، المهم يعني ايه ممكن تتصاب لو كلت كده البتاع ده بالايه بالفيبريو بارا هيموليتيكس. بتعمل كمان دايرية، الدايرية بتاعتها ما بتبقاش خطيرة زي الكوليرا، يعني الكوليرا ده مرض بيبقى وباء، لو جه في بلد لازم يتعمل عليها حجر صحي وكده لانه مميت الكوليرا. بعد كده بتعمل اهو سيفير دايرية ديسيز، وبتعمل الكلينيكال بيكشر، بيجي العيان بدي هايدريشن، اشهر حاجة بتيجي معاها اللي هي الدي هايدريشن، العيان بصفة فعلا ممكن ينزل بالعشرين لتر في اليوم دي هايدريشن، هايبوكاليميا وهايبوناتريميا، وهمان في الاخر هيحصل له اسيدوزيس وانيوري. اللابوراتوري دايجنوز بقى مهمة برضو في ايه، لو انت في منطقة فيرست كيز نون انديميك اريا، مفيش حد قبل كده اتصاب في المنطقه دي، لازم امشي السكيما واحده واحده، لان احنا قلنا من شويه ان اي بلد هيظهر فيها ولو حاله واحده كوليرا البلد هيبلغ وزاره الصحه وهتعمل حجر ومش عارف ايه، وهيبقى الحوار كبير قوي. فانت لازم تتاكد مليون في الميه ان الحاله اللي جات لك دي هي كوليرا، لانها اول حاله تظهر في المنطقه. فهاخد سامبل هتبقى الرايس ووتر استول، هعمل له دايركت فيلم بالدارك فيلد مايكروسكوب، لان احنا قلنا ان هي بتتحرك رابيدلي موتايل، والحاجات الرابيد بنعملها بالدارك فيلد مايكروسكوب عشان نشوفها كويس. الايدنتيفيكيشن بتاع الكولنز، البايوكيميكال رياكشن كنا مجمعينهم في كلمه كوينز، كوليرا ريد رياكشن، واوكسيديز لان فيها 2 او فيبريو كوليرا، واندول بوزيتيف، وشوجر فيرمنت بتعمل جلوكوز مالتوز مانايت وساكروز. سلايد اجلوتينيشن، احنا عندنا الاجلوتينيشن ده بنجيبه لاما على سلايد لاما على تيست تيوب، المهم يعني اللي على السلايد ده بيحط الانتيجين اللي في اسمه ايه ده اللي في الفيبريو كوليرا، عندها انتي سيرم اسمه او واحد، ده مميز لها. لما بيعمل اجلوتينيشن يبقى انا معايا ايه، يبقى انا معايا لما بحط كده الانتيجين على الانتي سيرم على اللي هو الانتي سيرم وبيحصل اجلوتينيشن، يبقى انا كده معايا الفيبريو كوليرا. وبي سي ار ممكن اعمل بي سي ار، ده بالنسبه لو انا معايا مين، لو انا فيرست كيس في النون انديميك منطقه ما فيهاش وباء. طب لو منطقه اصلا موبوءه، خلاص انا اصلا كل الناس عندهم او معظم الناس عندهم كوليرا، فاي واحد جاي لي باعراض شبه الكوليرا بيقول ده رايس ووتر رايس ووتر دايريا، خلاص هقول ده انت شبه اخواتك، يعني ايه اللي هيخليك ما يجيلكش كوليرا، يعني زي الوقت كده اي واحد بعطس نقول له اعزل نفسك. ليه؟ لان احنا في وباء.
فهقوم رايح واخد منه العينة، هقوم رايح اعمل لها اكزامينيشن، مايكروسكوبيك اكزامينيشن، هلاقي الكوما شيبد بس اللايف بتتحرك بسرعة، هحط عليها الانتي سيرا بتاعتها او الانتي بودي، هتقوم رايحة ماسكة في مكانها، هتقوم رايحة ايه اموبولايزد باي سبيسيفيك انتي سيرا، يبقى انا اتأكدت ان انا معايا مين، معايا الفيبريو كوليرا. وكده نبقى خلصنا المحاضرة التانية او المحاضرة كلها يعني على بعضها. ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم في المحاضرة الرابعة والأخيرة إن شاء الله المرة الجاية.